السلام عليكم طلاب، شلونكم؟ إن شاء الله هذا الأسبوع راح يكون الفسفور تيست. What is serum phosphorus test؟ تحليل الفسفور بالسيرم. خلينا نجي نتعرف شنو الفسفور، شنو فائدته للجسم، شنو ممكن يسوي نقصانه أو زيادته. الفسفور is an important element that's vital to several of bodies physiological processes. It helps with bone growth, energy storage, and nerve and muscle production. Many foods, especially meat and dairy products, contain phosphorus, so it's usually easy to get enough of this mineral in your diet. يقول الفوسفور هو واحد من أهم المعادن أو العناصر اللي تشارك بالعمليات الفيزيائية داخل الجسم، مهم بالعمليات الفيزيائية اللي تحدث داخل الجسم، ويساعد على نمو العظام وخزن الطاقة وأيضا تكوين أو إنتاج المسلز العضلات، يعني يساعد بتكوين العضلات والأعصاب. بعض الأطعمة اللي نتناولها يعني بغذائنا اليومي تكون غنية بالفوسفور مثل اللحم ومنتجات الألبان، تمام؟ فيعني الحاجة للفوسفور ممكن عن طريق غذائنا اليومي ممكن تكفي. طبعا في حالات يعني خاصة يصير نقص أو زيادة بالفوسفور، لكن ممكن نكتفي بكمية الفوسفور وحاجتنا اليومية عن طريق الغذاء. Your bones and teeth contain most of your body's phosphorus. العظام والأسنان أيضا تحتاج نسبة من الفوسفور، يعني أو تشكل نسبة من الفوسفور الجسم، يعني الفوسفور الكلي للجسم جزء من عنده يكون للعظام والأسنان، مهم لنموهم وتطورهم. However, some phosphorus in your blood, your doctor can assess your blood phosphorus level using a serum phosphorus test. طبعا حتى نتأكد من نسبة الفوسفور الطبيب حيكتب لنا على serum phosphorus test اللي هو يتم التحليل عن طريق السيرم. الهايبوفوسفاتيميا اللي هو هذا النقص الفوسفات. Is when you have too much phosphorus in your blood. هو الطبيعي انه يكون الفوسفور ممكن عالي. الهايبوفوسفاتيميا is opposite having too little phosphorus. Okay. يكون كمية الفوسفور جدا قليلة. Various conditions including chronic alcohol. هاي الاشياء طبعا ممكن تكون حالة يعني ما تصير هواية انه نقص الفوسفور، لكن اذا الاشخاص كانوا مثلا including chronic alcohol use disorder and vitamin D deficiency، إذا عندهم نقص فيتامين دي وإذا يتعاطون الكحول طبعا أيضا بكميات كبيرة، راح شنو يصير؟ can cause your blood phosphor level to become too low. راح تقلل لي نسبة الفوسفور، فمن تقل نسبة الفوسفور كلش تكون واطعة بالدم يسموها الهايبوفوسفاتيميا. A serum phosphorus test can determine whether you have high or low phosphorus levels, but it can't help your doctor diagnose the cause of your conditions. Your doctor will need to perform more tests to determine what's causing abnormal serum phosphorus test result. يقول حتى يعرف شنو سبب الزيادة أو النقصان بالفوسفور الطبيب فلازم يسوي تيستات أخرى حتى يتأكد من المسبب الرئيسي ويقدر يشخص شنو السبب اللي خلى الفوسفور مثلا يزيد او ينقص. راح نعرف احنا طبعا اكو تيست ثاني مهم جدا اللي هو الكالسيوم، طبعا جدا مهم، علاقته عكسية ويا الفوسفور. اذا زاد الكالسيوم بالدم يقل الفوسفور، اذا قل الكالسيوم بالدم يزداد الفوسفور، فلازم يكون اكو بالانس بيناتهم. فاللي عنده مشكلة بالكالسيوم مباشرة اذا يسوي تحليل بالفوسفور يشوف عنده مشكلة ايضا بالفوسفور. Why do I need a serum phosphorus test? Your doctor might order a serum phosphorus test if they suspect that your phosphorus level is too low or too high. Either extreme can lead to health problems. Symptoms that might indicate your phosphorus level is too low include الأعراض اللي تثبت لي إنه أنا عندي نقص بالفوسفور. Changes in your mental state.
تغيير أو تقلبات مزاجية تصير. For example, anxiety or confusion, الاكتئاب أو القلق, عصبية. البوني شو such as pain and poor development in children, irregular breathing, مشاكل العظام مثل الألم أو عدم النمو أو التطور بالعظام عند الأطفال, و شو يكون التنفس الغير منتظم أيضا. الفاتج الإعياء loss of appetite, فقدان الشهية. المسل ويكنس, ضعف العضلات. الويت جين أور لوس, سهولة اكتساب الوزن أو فقدانه. هاي كلها أعراض نقص الفوسفور, يكون جدا واضح لنا. If the level of phosphorus in your blood is too high, إذا كانت نانه جدا مرتفع, you may have deposit of phosphorus combined with calcium in your arteries. إذا كان جدا مرتفع ممكن يترسب بجدار الارتريز الشرايين ويكون مرتبط ويا الكالسيوم, فهاي خطورته إذا ارتفع الفوسفور. Sometimes these deposits may appear in muscles, وأيضا ممكن حتى بالعضلات تصير هاي الترسبات. They are rare and only occur in people with serum calcium absorption or kidney problems. يقول حالة نادرة تظهر ويا الأشخاص اللي يعانون من مشكلة بامتصاص الكالسيوم أو مشاكل الكلى. More commonly, الأكثر شيوعا, excess phosphorus led to cardiovascular disease or osteoporosis. يقول زيادة الفوسفور ممكن شو يسبب لي cardiovascular disease, أمراض القلب, أو osteoporosis, هشاشة العظام. هاي الأمراض اللي مسؤول عنها ارتفاع الفوسفور. Your doctor may also order a serum phosphorus test if you received abnormal results from a blood calcium test. قبل شوي قلت لكم إذا عندنا الكالسيوم تيست بمشكلة فأوريدي راح يكون الفوسفور بمشكلة. Your body needs to maintain a delicate balance between levels of calcium and phosphorus. يقول الجسم يحتاج إنه يسوي توازن بين مستوى الكالسيوم والفوسفور, إنه العملية بيناتهم عكسية. إذا صارت مشكلة بالكالسيوم أوريدي راح يشوف الفوسفور صارت بمشكلة. إذا زاد الكالسيوم يقل الفوسفور, وإذا قل الكالسيوم يزداد الفوسفور. An abnormal results on calcium test might indicate that your phosphorus levels are also typical. فإذا تأثر الكالسيوم راح يتأثر الفوسفور. What do the results mean? إيش تعني بالنتائج؟ طبعا النسبة الطبيعية النورمال رينج للفوسفور يكون من 2.5 إلى 4.5 ملي جرام بير ديسيليتر. على حال باقي ملي جرام بير ديسيليتر, على حال باقي الكيمياء السريرية. طبعا النورمال رينج varies slightly depending on your age. طبعا تعتمد على العمر, ممكن يتغير بالنسبة للعمر. But it's natural for children to have higher phosphorus levels, because they need more of this mineral to help their bones develop. يقول الأطفال يعني عادي لا تتفاجئ أو ماكو مشكلة إنه إذا شفت عندهم نسبة الفوسفور تكون مرتفعة, وهذا شيء طبيعي مستوى الفوسفور يكون عندهم عالي لأنهم يحتاجون هاي المعادن حتى يبنون العظام وتبدي العظام في مرحلة النمو. High phosphorus levels. Phosphorus will likely build up in your bloodstream. إحنا قلنا زيادة راح تسبب لي مشاكل بالبلاستريم, ممكن تترسب. If you have impaired kidney function, إذا كانت عندنا ضعف بوظائف الكلى. Avoiding high phosphorus food such as milk, nuts, beans and liver can help lower your phosphorus levels. يقول هاي الأكلات اللي هي تكون غنية بالفوسفور ممكن تقلل لي can help lower your phosphorus, وهاي ممكن تقلل لي نسبة الفوسفور. تمام, مثل الحليب والجوز والفاصوليا والكبد, هاي ممكن تساعد لي على تنظيم مستوى الفوسفور بالدم. Sometimes however you might need to take medications to prevent your body from absorbing the phosphorus. ومرات تحتاج إلى تدخل طبي, نحتاج إلى علاج حتى نمنع الجسم إنه يمتص زيادة من الفوسفور. Besides reduced
الكيدني فانكشن هاي فوسفورز ليفلز ماي بي ديو تو. ممكن يقول الى جانب مشاكل الكلى ارتفاع مستوى الفوسفورز ممكن يكون بسبب عدة اشياء اخرى. ممكن بسبب شنو مثلا؟ dietary problems such as consuming too much phosphate or vitamin D. مشاكل غذائية، نظام التمثيل الغذائي اللي هي ناخذ كميات او ناكل كميات كبيرة من الاغذية اللي غنية بالفوسفات او زيادة الفيتامين دي. طبعا زيادة الفيتامين دي تزيد للفوسفور، نقصان الفيتامين دي يعني يقلل لي نسبة الفوسفور. الديابيتيك كيتوسيس which occurs when your body runs out of insulin and needs to burn fatty acids instead. الحالة السكر الكيتوني هنا من الجسم راح يبدي خلاص الانسولين يعني ما يستخدمه، حيبدي شنو يستخدم؟ يبدي يستخدم او يحرق الفاتي اسيدز الاحماض الدهنية ويعتبرها كمصدر طاقة. ها كلها زيد لي الفوسفور. الهايبوكاليسيميا نقصان الكالسيوم او اللو سيروم كالسيوم ليفلز. هاي قلنا احنا علاقة عكسية بين الكالسيوم والفوسفور، فاذا قل الكالسيوم راح شنو اللي يصير؟ يزداد الفوسفور. الهايبو باراثايروديزم قصور الغدة الدرقية أو impaired parathyroid gland function أو ضعف بوظائف الغدة الدرقية which leads to low levels of the parathyroid hormone. راح شو يكون؟ يكون انخفاض بالمستوى الهرمونات parathyroid hormone، راح ينخفض المستوى مالته بنفس الوقت راح يزيد للفوسفور. الليفر ديزيز مشاكل الكبد أيضا تسبب لي زيادة بالفوسفور. Then low phosphorus levels. Low phosphorus levels might be due to range of nutritional problems and medical conditions include مشاكل غذائية طبية مثل اشتياق أو فيتامين دي. نقصان الفيتامين دي سبب لي نقصان بالفوسفور وزيادة سبب لي زيادة بالفوسفور. Not getting enough phosphorus in your diet. ما ناخذ الكميات اللي جسمنا بحاجتها. طبعا الجسم يكون بحاجة يومية لفلان معادن، فجسمنا حاجة يومية إلى هلكة فوسفور، ما ناخذ الكمية اللي يحتاجها جسمنا فبالتالي راح يصير نقص. المالنيوتريشن المجاعة، الكحوليزم مشاكل الكحول اللي تعاطون كحول كميات كبيرة يصير عندهم نقصان بالفوسفور. والهايبركالسيميا أو الهاي سيروم كالسيوم ليفلز، احنا هاي حكيناها وقلنا علاقة الكالسيوم ويا الفوسفور علاقة عكسية، فإذا هنا صار عندنا هايبر زيادة نسبة الكالسيوم، مستوى الكالسيوم زاد بالدم راح شنو يقل عند الفوسفور. جدا بسيط التيست، وحتى البروسيجر مالته ايضا راح اشرح لكم اياها جدا بسيطة. هذا البروسيجر، هذا الكيت الانورجانيك فوسفور. تمام، بالنسبة للكيت شنو يجي بي؟ يجي بي الريجنت ويجي بي الستاندرد. تمام، هذا 50 مول وهذا 3 مول. هاي ديسكريبشن الريجنت هو سلفوريك اسيد 210 ملي مول بير لتر، وامونيوم موليبيديت 650 ملي مول بير لتر. الستاندرد هو الفوسفورز ستاندرد كونسنتريشن مالته 5 ملي جرام بير ديسيلتر. اوكي، الريجنت بريباريشن inorganic phosphorus reagent and inorganic phosphorus standard are ready to use. مباشرة نستخدمها يعني ما بي أي تحضير. البروسيجر عندنا standard وعندنا sample. ناخذ تيوبين، طبعا أنا راح تلقوني مشتغلت لكم الستاندرد ومثبتة لكم الفاكتور، انتو حتشتغلون بس السامبل. شنو حتسوون؟ تاخذون 1000 مايكروليتر من الرياجنت وعشرين مايكروليتر من السيرم. ألف بعشرين، تنتظرون 5 دقائق at room temperature وتقرون الامتصاصية على جيت هنا مذكورة عندكم على 340 نانوميتر. أوكي، تقروها على 340 نانوميتر. ف
فالبروسيجر جدا واضحة، سواء ستاندرد أو سامبل، 1000 مايكروليتر من الرياجنت، 20 مايكروليتر أما ستاندرد أو سيرم، 5 دقائق آت روم تيمبريتشر ننتظر، ونقرأ الامتصاصية على 340. الفاكتر راح يكون جاهز، الفاكتر منين جاي، أما امتصاصية السامبل على امتصاصية الستاندرد في تركيز الستاندرد اللي هو 5. أو شو نسوي؟ أنا دائما أثبتكم يا عصبورة حتى إنه أنتم مباشرة طلعوا امتصاصية السامبل تضربوها بهذا الفاكتر وتشوفون التركيز إيش قد يطلع اللي هو من 2.4 نص المفروض ملي جرام بير ديسيليتر. أنا شنو اللي أخذه؟ أقول تركيز الستاندرد على امتصاصية الستاندرد، تركيز الستاندرد هو ناطني إياه 5. امتصاصية الستاندرد أنا راح أشتغل الستاندرد قبل ما أنتم تجون وأطلع امتصاصيته اللي هو شلون أشتغل، نفس الشيء اخذ 1000 مايكروليتر من الرياجنت و20 مايكروليتر من الستاندرد اللي موجود بالكيت، وانتظر 5 دقائق بدرجه حراره الغرفه، وبعدين اقرا امتصاصيه على 340. راح تطلع لي امتصاصيه اقسمها على 5، اقول 5 تقسيم الامتصاصيه حيطلع لي فاكتور. هذا الفاكتور انتم حتجون تشتغلون السامبل تاخذون 1000 ب20 وتقرون الامتصاصيه تضربوها مباشره بهذا الفاكتور المثبت على السبوره وتشوفون ايش قد يطلع تركيز الفوسفور. جدا بسيطة البروسيجر، يعني المدة ما تاكلها 5 دقائق. خلصت التيست لهذا اليوم. شكرا.